الرئيسيه هذا العام، فيها الرئيسيه هذا العام. ملي كتهضروا غير على العروسان نسيتو مولاي السلطان. سي مولاي السلطان حتى هو رانا نخليوه هو التالي. ياك. بالنسبه لاي عروسات تدي علينا اللبسات ديال العرس نعطيو لها المولاي السلطان، جرادور المولاي السلطان كادو على كادو. افرح بركان. ذهب ذهب ماشي اي عروسات تمنى تركب فيها. المنصه ديال حنا رانا كنعطيو له معاهم الطوابل ديال حنا ومع المنصه ولا مع العرس كنعطيوه كادو هذا الشيء. اللي بغاو يحضروا هذا مع ليضات التكشيطات تدي الكولي كادو. الكرونه مطروز واللون الاصفر المطروز، بالنسبه للطابل كل واحد. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو غادي يكون ان شاء الله مغاير على الفيديوهات اللي سبقوا، هذا غادي يكون فيديو اشهاري. وجاوني بزاف ديال العروض فيما يخص قضيه ديال الاشهار، ولكن انايا ما كنديرش الاشهار لكلشي، نختار داكشي بعنايه وكنختار الحاجه اللي مجربها. انايا افرح بركان والاخ محسن والاخ صلاح ديجا خدمت معاهم، كنعرف الخدمه ديالهم، دونك كيما نقولوا غادي نبريزونتي واحد الحاجه اللي انا عارفها من هذا المنبر لاي عروسه ان شاء الله عندها العرس في هذا الصيف هذا او في هذه الاشهر القديمه. ما عليكم الا تجيو ان شاء الله عند افرح بركان، راهم جابوا الجديد. ولاي وحده عاوتاني جات غادي تجي من طرفي، ما عليك غير تستعملي الكود برومو اليماني حتى حنا ولينا نديرو كود برومو. المهم ما عليك ان شاء الله غير تقولي له جيت من طرف اليماني وان شاء الله يتهلا فيكم. وكما تعرفوا العروسات هما اللي كيهتموا بهذا لي ديتاي، وحنا العرسان خاطينا بهذا الشيء هذا. المهم خليكم معنا نمشيو ندخلوا نكتشفوا الجديد اللي جاب. يلاه معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بس مزيان. شكرا سيدي، الله يحفظك. المهم تبريزونتي انا، المهم قول لي والناس تشوف وتعرف صافي. بالنسبه لصحاب الحضور اللي زان فيتي اللي يحضروا في الحفل، مرحبا، راه جبنا لكم الجديد. الجديد فاطن تكاشات ستيلات هادو ياك. مرحبا، كاين هاد ستيلات النوع اللي هنا، كاين هاد النوع اللي هنا، بغات قفطان، جميع انواع لي كولور ستيلات موجود. الحضور بالنسبه ارى اجيو ارى وما تختاروا ارى وما تلبسوا، يعني كاين ستيلات كاين الموديلات كاين الوانات بهم بالحزاز ياك، بالحزامات بالكولي ديال لي زاكسيسوار لي زاكسيسوار كومبلي. ها هما مثال الحزامات، مثال الحزامات ها هما هنا ستيلات. اللي بغات في الحزامه الكلاسيك، اللي بغات في حزامه محجر، انواع الحزامات كاين. كاين البنات اللي بغاو يحضروا في ليزانفيتي جبنا لهم حتى هما لي كولي، اللي بغاو يحضروا هذا مع ليضات التكشيطات دي الكولي كادو ياك. ايوا اش بغيتي. مرحبا بكم عند افراح بركان عند السي محسن. ارى ما تختار ارى ما تحضري في الحفلات هذا العام. يلا للعروسه. مرحبا. مرحبا زيد. سالينا هنا في ليزانفيتي الحضور، هادي نمشيو هادو غير تاع الحضور. نمشيو بالنسبه للعريسات، اللي اهم شيء هو اللي تبغي العروسه ديالنا في الليله ديالها تفوت احسن ليله ليله العمر، العمر ديالها نمدوا لها. بالنسبه الليله الاولى ديالها تكون في ليله الحناء، بالنسبه اللي كيكون عندهم دار صغيره ولا دير ليله كبيره، ليله ديال الحناء بالنسبه كانت تفريشات ديال الحناء. هذه هي الستيل بحال هكا في هذا اللون الابيض، كاين لون هذوما الالوان اللي كاين، كاين لون ديال البيج، كاين لون اخضر، كاين مزيد من الالوان. كاين طاوله ديال الحناء اللي كيمشيو مع التفريشه ديال الحناء ومع المنصات كذلك، هذه نوريهم لكم. يلا بسم الله. هذه واش تاع الحناء خويا محسن؟ هذه جلسه ديال الحناء، منصه ديال الحناء اللي تبغي دير. زائد هاد الوسايد عندنا التفريشه ديالهم كومبلي ديال الحناء بها الطاوله ديال الحناء. عاود اصلا اللي كيبغي يدير المنصه ديال الحناء رانا كنعطيو له معاهم الطوابل ديال الحناء، هو على حساب لي كليو، على حساب كل واحد وشنو كيختار. واش راه كاين ستيلات وشو واحد كل واحد وشنو الستيل اللي كيبغي. بالنسبه يمكن نساليو بالليله ديال الحناء، نجيو للعروسه اللي غادي تبغي الليله على متبرز، كاين هاد المنصه اللي بيضاء كلاسيك سامبل كلاس، رائعه جدا صراحه انا عجبتني. ايوا كل واحد والذوق ديالو، وجبنا لهم الاختيار. كاين اللي ما كيبغيش هاد السامبل، الحجم ديالها صغير وظريف كما كنقولوا، اللي بغات الكبر وبغات ستيل اخر من نوع ممتاز عاوتاني جديد عاد في الميكا عاد في السلوفان كما شي حاجه اللي تبارك الله. انتم عطيو الاراء ديالكم على هذه المنصه شي حاجه، وقيله مازال ما قلت لها شي واحد، باقيه جديده عاد في السلوفان ديالها. ها هي خوتي الجديد، مرحبا بكم. هنا في هاد الليله جبنا لكم كما العروسه كتدخل، نقدروا نديروا لها واحد في ليله ديالها، كاين اللي بغى يفوت بحال نقولوا العدول، اللي بغى يفوت باش يتصور داك الشيء يطلع هذاك الشيء، كنديروا لهم واحد هذا كادو كيمشي مع المنصه ولا مع العرس كنعطيوه كادو هذا الشيء، ويتشعلوا دوك الشمعات وكذا يعطيو ديكور رائع.
بالنسبه اللي بي فيه ها هما البي فيه راه مازال باقي ما جا ما جبنا له الاكسسوار ديالو فوالا راه عاد جاي نبغى عوضه مرحبا. وما نساوش اهم حاجه في العرس العروسه ديالنا اللي تبغي تركب في العماريه وما ادراك ما العماريه باقيه في ميكس حتى هي دهب دهب ماشي اي عروسه تمنى تركب فيها دخله ملكيه دخله فيها الكرسي الداخلي ياك شي حاجه اللي زوينه بزاف نشوف اول بونج داكشي رائع مرحبا الف مرحبا سي محسن تهلا لي في الناس اللي يجوا من طرفي ضروري يبان لي كتهضروا غير على العروسه ونسيتوا مولاي السلطان سي مولاي السلطان حتى هو رانا نخليه هو التالي بالنسبه لاي عروسات تدي علينا اللبسات ديال العرس نعطيو لها المولاي السلطان نعطيوها الجرادور المولاي السلطان كادو على كادو افرح بركان يلا مرحبا بكم شوفهم الستيلات ديال لي غوب فوالا كاين هاد الستيلات قول لي اخويا محسن بالنسبه للمحجبات الا بغاو يلبسوا هذا هذا كاين لي بودي ديالهم يعني غادي هذا يولي كيما نقولوا محجب بحال يولي بحال هذاك يعني كاين بودي كيتلبس هنايا باش يدرك كاين مثلا عاود هذا بالنسبه هادو راه عندهم لي لاتخين كاملين عندهم لاتخين خويا محسن شنو هي هاد لي لاتخين ما عرفتهاش كتكون واحد الزياده عند لاغوب كتكون هذيك الطواله اللي كتبقى تجرجر مرحبا زيد لهم هذا شي حاجه اللي كريستال يلمع يلمع نقربوا باش يبان شوفوا داك الشيء يبري يبري لا. بالنسبه للبسات هذه يدخلوا ويجيو عندنا هنا للمحل كاين اللبسات نتاع هادو نتاع العروس هادو العريسات دابا ما غاديش نقدروا نوريو كل فوالا كاين بزاف نمشيو للحانوت والمحل وغادي تشوفوا هذاك الشيء كاين تبارك الله من هي هاد النم راه ما يختاروا راه ما غادي تلبس العروسه ديالنا هاد الحمراء هذه وري لي هاد الحمراء محسن نوريك هاد الخضراء ديال صحابات الليله ديالك يلا ورينا غير وحده بعدا نشوفوا بسم الله اللهم بارك فوالا هادي نتاع العروس ديال الحنة هادي فيها الطرزه ما... لا لا داك الشيء فيها رد ردها محسن هذيك اللي في الوسط هنا رائعه هذيك التوشي لمسات لمسات سي محسن هادو لي زاكسيسوار نتاع ديال لي غوب تجي هنا للمحل تختار ستيلات اللي بغاو بهم بالكولي ديالهم حلقات طرحة يعني هذاك الشيء يمشي كومبلي انصون كومبلي ياك داك الشيء اللي بغاوه يلقاوه موجود كل شيء كاين هذوك العلامات الحمر اللي هي واش هذوك هذوك كيكونوا مع العماريه كنديرهم للدخله داك الشيء باش يكون ملكي شويه هكا لي بري واخا غير ما بين ابتداء البري في بالنسبه تاع الحضور هذو تاع الحضور بالنسبه للحضور ما كيكونش محدد على حسب كل ابتداء نقول ابتداء ابتداء ب 150 درهم 150 درهم 300 المهم داك الشيء على حساب اللبسه وعلى حساب اللبسه على حساب الستيل على حساب شي حاجه صافي السي محسن نمشيو عند السي محسن يورينا الطوابل حيت الطوابل راهم برا بالنسبه للطابل هما الستيلات ديال لاطابل كاين اللون الكرونه مطروز واللون الاصفر المطروز بالنسبه لاطابل كل واحد والستيل والنوع اللي كيبغيه في لاطابل كاين اللي عنده عادي كاين اللي عنده عامره اللي بغاها خاويه كل شيء موجود نمشيو للطابله اللي بغاها العادي السامبل راه كاين بالرويال الذهبي عاوتا ولا الرويال الكرونه حتى هو موجود بالنسبه للاخر راه كاين اللي بغى مع لاطابل راه كاين الخزانات على حسب الحفله الاسبوع لاي حاجه وشنو يهم الحفله موجود التغطيه لي شابيتو قاع على صال كل شيء كاين مع افراح بركان المكان فين المكان فين كاين قرب المرشي القديم البومبا ديال جعره المسجد عمر بن الخطاب غادي نهودوا للزنقه ديال بني جديد الزنقه ديال افروشي انفاس مول البائع الفصا والفاخر سيرامي الى هنا اخوتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو اللي درنا عند السي محسن افراح بركان والاخ صلاح اللي ما راهش هنايا حتى هو تحيه ليه حتى هو مشى يجيب جديد ياك مشى يجيب جديد المهم اخوتي ما تنساوش الى عجبكم الفيديو العرايسه تبارطاجيو معهم هذا لا فيديو ان شاء الله باش يلقاو كاع داكشي اللي بغاو السي محسن كلمه الاخيره اللي جا عندنا المحل راه الثمن جد مناسب ان شاء الله يكون الخير ومرحبا والف مرحبا الله يبارك افراح بركان الله يبارك ليا ضروري يلا فيها العرسيه هذا العام فيها العرسيه هذا العام يلا بسلامه